أهلا بكم. 19 يمنيا لا يزالون محتجزين في السجون الليبية منذ قرابة 3 أشهر، يقولون إنه تم اختطافهم حينما كانوا برحلة بحرية من مصر مع مجموعة من الليبيين، واتهمتهم السلطات الليبية بمحاولة الهرب إلى أوروبا. حين تضيق أحضان الوطن بما فيه، يكون الهروب عند البعض حلا عادلا للخروج إلى أوطان أخرى. قصة اليوم ل19 شاب يمني مسجون في سجون ليبيا منذ 3 أشهر لذنب أخبر به أنهم حاولوا الهروب إلى أوروبا عبر البحر أثناء قدومهم من جمهورية مصر العربية. صدى الأسبوع كان صدى لأصواتهم ونشر قضيتهم من هناك. إجراءات رسمية لم تساعدهم بشيء، فلم يلمسوا أي تجاوب رغم مناشداتهم المتعددة. حلم الوصول إلى إيطاليا أو دعهم السجن في ليبيا في ظل تجاهل تام من السفارة اليمنية هناك بحجة بعد المكان عن سجنهم. نداء استغاثة من شباب اليمن في السجون الليبية للجهات الرسمية المسؤولة عن رعاياها للتعامل مع قضيتهم بجدية كي لا تطول فترة سجنهم إلى سنوات في ظل الإهمال المتعمد. كثرت شكاوى المواطنين الذين يحملون البطائق السلعية من تعامل أصحاب المولات والأسواق مع هذه البطائق ومضاعفة الأسعار للسلع عليهم، مما خلق نوعا من المعاناة. تستمر الأزمة في اليمن وتبرز معها معاناة المواطنين وشكاوى الموظفين الذين انقطعت رواتبهم منذ عام. هذه المرة جاءت الشكاوي ممن يحملون البطائق السلعية الذين يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لدى أصحاب بعض المولات والأسواق المخصصة للبيع بواسطة هذه البطائق ومضاعفة الأسعار للسلع، مما زاد من معاناتهم. في أسعار مرتفعة جدا خيالية، مثل أنا مثلا كيس السكر ب15,000 وهذه جريمة وهو ب11,000 ريال. طيب عن الكيس البر هو ب5,500، يجيبوا لنا بكم؟ ب6,500، في بعض المراكز الثانية ب7,500، وهذه جريمة على المواطن والموظف، لأنه الآن مرتبنا بعض المرتبات إلى 35,000، كيف يحصل على مصاريف الشهر؟ ما عاد يكفي. مع الأسف نواجه فيه حاليا مشكلة وهي ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى الموظفين يلجأوا إلى البطائق السلعية، ولكن يواجهوا مشكلة أعظم هناك وهي أنه من يتوجهوا إلى المولات هناك ارتفاع بالأسعار، وهذه البطائق لا تكفي احتياجاتهم ولا تغطي الاحتياجات الشهرية لهم والاحتياجات الأساسية. لم يقتصر الأمر على ارتفاع ومضاعفة الأسعار فحسب، بل ظهور سلع أخرى أقل جودة من السلع المتعارف عليها عن شرائك نقدا. في ارتفاع بين السعر اللي برا بين السعر اللي في المولات، يعني يكون نص الراتب يعني كم 40 أو 20 بعض الناس أو كذا، تيجي تشوفي تاخذي منه يعني أشياء قليلة من مواد غذائية، لو قلت خطيهم برا بتكون انت متصرفه بهذا الشيء وعارفه ايش تاخذي. كمان انهم يحددوا الاشياء اللي انت يعني رز كذا دقيق عمر احنا ما سنعمله، اسوأ انواع الاشياء اللي يحطوها. ارتفاع اسعار المواد الغذائيه والاستهلاكيه بالبطائق السلعيه شكل معاناه اضافيه للموظف الذي انقطع راتبه منذ عام وانقطعت معه سبل الحل والمعالجات لمواجهه متطلبات الحياه، داعياً الجهات المعنية والرقابية للقيام بدورها الرقابي على تلك المولات والأسواق بما يعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي. بعد مرور أسابيع عديدة على مقتل الطبيب اليمني طلال الوصابي في ظروف غامضة بالبيضاء واتهامات لزوجته الهندية التي اختفت، فجأة تعود القضية إلى الواجهة كقضية رأي عام مع عدم القبض على المتهمة بالقتل. ما زال أقارب قتيل منطقة السوادية بمحافظة البيضاء في بحث مستمر عن الجناة مع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على قاتل الشاب طلال عبد مهدي الوصابي، والذي وجد في خزان مياه مهجور بمستوصف طبي وقد قطع إلى أجزاء وضعت في حقائب. اكتشفنا الجريمة في يوم 25/7/2017 عندما آخر اتصال كان لي من طلال طبعا في 23/7، بعد طلال اختفى يومين. تمام، سألنا على طلال، قالوا طلال في صنعاء.
لأنه كان على مشكلة مع بعض الأشخاص، وأعلمونا أنه طلع يحضر جلسة في صنعاء، جلسة في يوم 25 اتصلوا لنا، أتى بعض الأشخاص إلى عندنا وأنا لدي محل في السوادية، قال لي تعلم وين طلال؟ قلت له لا. قال لي طلال قتل. كيف طلال قتل؟ قال حصل جثة في المستشفى، بعد أن تبين لنا عندما ذهبنا إلى هناك أن الدكتورة أرسلت رسالة إلى أحد الممرضين اللي في المستشفى، زوجته الدكتورة الهندية زوجة طلال، أرسلت رسالة إلى أحد الممرضين، رسالة نصية: اذهب من المستشفى، في جثة موجودة في الخزان. تدور التهم حول زوجة المجني علي، وهي طبيبة هندية يعملان معا، فرت على عقبها إلى العاصمة صنعاء، وبحسب أقوال أقرباء المجني علي أنه تم القبض على مجموعة يشتبه في ضلوعهم بارتكاب جريمة القتل. بدأنا بالبحث في السوادية، ووصلتنا معلومات أنها سافرت إلى صنعاء، وطلبنا طلبت البحث، طلب السائق الذي وصلها إلى صنعاء وطلع مع البحث إلى صنعاء ودلهم على المكان الذي وصلت فيه، وانتقلت ما بين من بقعة إلى أخرى الهندية، من شخص إلى شخص، واستقرت في المستشفى الجمهوري وعملت يومين في قسم النساء والولادة، بعدها اختفت، والآن يعني جاري البحث. هربت الهندية من البيضاء إلى صنعاء، ومكثت في منزل 3 أيام، وتنقلت إلى المستشفى الجمهوري وعملت يومين في المستشفى الجمهوري. الحادثة بأبعادها شنيعة هزت محافظة البيضاء، ويناشد أقرباء القتيل كل الجهات المعنية بأن يقبض على الجناه وتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب العادل. في خطوة إيجابية ومهمة، يستبشر أبناء محافظة أبيان بإعادة تشغيل محلج القطن وإعادة تشغيل آلياته وخطوط إنتاجه المتوقفة منذ فترة طويلة. كثيرة هي التضحيات التي قدمها الوطن على خلفية الحروب والصراعات المتتالية في اليمن، فقد تضررت البنية التحتية في العديد من المدن، وتدهور الوضع في كثير من المؤسسات والمصانع وغيرها، ولعل أبرزها هنا في محافظة أبيان هذا الصرح الصناعي العملاق والمعروف بمحلج القطن، هذه المؤسسة العريقة التي طالها الدمار والخراب بعد 59 عاما منذ تأسيسها. أسس هذا المحلج في عام 1950، بدأت أول طاقة إنتاجية في عام 1951، ولكن نتيجة للحرب كل الآلات اللي تشاهدوها الآن هنا كلها كانت مدمرة. محافظة أبيان معروفة ومشهورة بزراعة قطن طويل التيلة، هذا القطن من أشهر الأقطان العالمية الذي نصدره إلى كل دول العالم. أبيان برد معروفة باسم رنان في السوق العالمية، في البورصة العالمية للأقطان. لم تذكر أبيان إلا ويذكر محلق القطن بالكود والقطن طويل التيلة الذهب الأبيض. المحلق هذا يدر على البلد عملة صعبة، هذا يسموه الوايت جولد الذي هو الذهب الأبيض. كانت هذه المؤسسة في منطقة الكود بأبيان حافلة بالإنتاج المحلي المتميز والعطاء الرافد للاقتصاد الوطني والحاضن للكوادر المؤهلة التي لطالما كانت ولا زالت تفخر بانتمائها لها، ولكن وكما يبدو أصبح حالها في وضع لا يحسد عليه، فموظفو المحلج اليوم يعانون توقفهم عن العمل وعدم صرف مرتباتهم لما يقارب السنتين دون الالتفات لمصيرهم من قبل المختصين، كحال محلج القطن الذي يعاني هو الآخر الإهمال والخراب لا سيما بعد نهب محتوياته. هذا المحلج كان يستوعب أكثر عمالة من جميع مناطق محافظة أبيان، وكان يشتغل على 3 ورديات، والآن نأمل إن شاء الله أنه يعود. نحن منتظرين الدعم من رئيس الوزراء بالمولدات الكهربائية وسيارة كبيرة لنقل القطن، والدعم المادي عشان مرتبات الموظفين الذين لهم حوالي أكثر من 2 سنين و7 شهور بدون مرتبات. نرجو من
الأخوة خاصة كل المسؤولين في الكود الذي عملوا في هذا المحلق وتخرجوا منه، وهو كان بالنسبة لهم مدرسة فنية وأدارية. التعاون بكل ما يقدروا عليه بنهض هذا المحلق والمنشأ الحيوي المهم بالنسبة لمحافظة أبين والكود واليمن بكامل. ما أحوج اليمن اليوم إلى العودة لإنتاج وزراعة ما اشتهرت به وعرفت قديما على مستوى العالم ككل، وعودة تلك الأمثال التي تضرب في البن اليمني وأيضا القطن اليمني وجودته التي كانت تتربع على رأس قائمة المنافسين. ولطالما تغزل بذلك الشعراء وتغنى الفنانون في أكثر من موضع، والحال مع محلج القطن بأبين والذي شنف بجماله وروعته آذان السامعين مطرب اليمن الراحل محمد مرشد ناجي. يا محلا في المحلق كمل من ملي حفلق يرمي باوي الدرة يرمي باوي الدرة يرمي باوي الدرة والخدين تتبرق والنهدين تترقرق والملهوف يتحرقق والخدين تتبرق والنهدين تترقرق والملهوف يتحرقق. يا وحلا في المكبس يترصرص ويتجلس يسلم للذي ذرس يسلم للذي مرس يسلم للذي مرس وبنقنا بنقنا وبنقنا بنقنا وبنقنا. الآن نحن في محلق القطن بالكود، هذا اللي تروه أمامكم هو المكبس، زي ما قال الشاعر: يا محلا في المكبس يترصرص ويتجلس تسلم للذي قرس. طبعا هذا هو المكبس. هذا محلق القطن طبعا يعني كان يشتغل بآلية غير عادية ويرفد اقتصاد البلد بملايين الدولارات. يعد محلق القطن بأبين الأول من نوعه على مستوى جنوب الجزيرة العربية والخليج، وكانت إدارة المحلج تقوم باستلام القطن من المزارعين وبدورها تقوم بتصديره بعد حلجه وتنقيته من البذور ووضعه في قوالب خاصة تقوم بتصديره للخارج ليعود بالعملة الصعبة على البلاد، وما أمسها اليوم إلى دوره الفعال والهام للحد من انتشار البطالة، وهي الرسالة التي وجهها موظفوه والمواطنون بإعادة تأهيله وترميمه من قبل المعنيين. يعد مستشفى الشط بمديرية المضاربة ورأس العارة أكبر مستشفى خدمي بمنطقة الصبيحة الغربية محافظة لحج، رغم قدمه وأهميته لمناطق الصبيحة الجبلية ذات 70,000 نسمة من السكان. هذا هو مستشفى الشط، والناظر لحاله لا يكاد يصدق أعينه كيف أمسى وأصبح اليوم خاويا على عروشه، ليس بمقدوره تقديم أبسط الخدمات الطبية أو حتى الإسعافات الأولية، بيد أنها الحقيقة التي لا مناص منها. المستشفى صراحة فيها تقصيرات كثيرة، منها الأطباء غير متواجدين يعني، والعمال غير مداومين، لا نعرف الأسباب. المديرية من المديريات المحرومة على مدى العقود الماضية، ولا زالت حتى الآن تعاني الكثير. هناك بالنسبة لنا كم أول أسباب ذلك الحرمان مساواة مع بعض المديريات في المحافظة من خلال المخصصات. يقع مستشفى الشط الريفي بمديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج، استفاد منه أبناء الصبيحة دون استثناء قبل تدهوره تدريجا خلال السنوات الماضية وصولا إلى اليوم، إلى الدرجة التي يشاع فيها بأوساط الناس بأنك إذا أردت الموت على وجه السرعة فعليك بمستشفى الشط الريفي، وإذا أحببت الانتحار البطيء كي تتخلص من ذنوبك فعليك بمأوى الموت الأول. ببساطة مستشفى تحول إلى مقبرة موحشة بعد أن كان صرحا صحيا شامخا يقدم كافة الخدمات للمرضى. افتقر المستشفى إلى جانب الطاقم العامل في الطب، عدم وجود الخبرات مثلا في تأهيل في العمليات الصغرى، لا نقول عمليات كبيرة، العمليات الصغرى. إذا التشخيص العام أو الفحص بعض الفحوصات التي يطلب لها هذا المريض أن تجرى، لعدم وجود محاليل أو قلة المحاليل، لهذا تحصل لأيجد ذاك العامل الذي ليس لديه خبرة كافية التشخيص العادي أو عطاء هذا المريض حالة إسعاف إلى مكان آخر مثلا عدن. العمال الذي محسوبين على هذه المستشفى خاصة أنا أتكلم،
العمال بخاصة مش بتوقع ان احنا نجد اثنين او ثلاثة دائما هم مربوطين من المكان، هو المناوب وهو الدكتور وهو الطبيب وهو المختبري وهو ده. فهل هذا يكفي؟ كل شيء هو مختص، كل واحد له اختصاصاته. الصعوبات في المستشفيات اول عدم وجود كادر روعي، مستشفى الشاطئ يوجد فيه طبيب، مستشفى العالي يوجد فيه طبيبة. الكادر النوعي مش موجود، اللي هو الباطني مثلا اخصائي اطفال، اخصائي جلد، اخصائي مسالك بوليه، موجود عندنا كادر. وعد الكادر هذا كتطور شخصي بالنسبه لطبيبين من ابناء المديريه محاضرين في الجامعه فيهم الخير. تاسس هذا المبنى عام 82 900,000 للميلاد، ولولا تعرضه للإهمال وتركه بلا حماية وبشكل متعمد من قبل الإدارات المتعاقبة والتفريط بكوادره الطبية المؤهلة وتوقف الدعم عنه بشكل كامل كما أشار المواطنون، ما كان وصل إلى هذه الحال التي يرثى لها. لكن الأمل لا زال يلوح في الأفق في محيى هؤلاء البسطاء بأن تجد رسالتهم صداها لدى إحدى الشخصيات المسؤولة والوطنية عاجلا أم آجلا، وأن يعود مستشفى الشط لمجده وعهده السابق على يديها في بصمة حتما لن ينساها أبناء الصبيحة قاطبة لمن سيقدم هذه الخدمة الإنسانية لهم في لحج الثقافة والعراق والتاريخ التي لا تستحق هذا التهميش لأحد أهم مرافقها الصحية.